السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو، كيفاش استقبال الأموال من الخارج إلى الجزائر بالعملة الدولار وكذلك اليورو، ما هي الطريقة وكيف ندير باش نقدر نخرج بالعملة الصعبة؟ ما تهريش بالدينار ولا نص أورو ونص دينار ولا نص دولار ونص أورو، هذه مكانش. وكذلك عندي تقريبا 4 سنوات أن يتعامل مع هذا البنك ليعطينا أو يعطيني بالعملة الأورو بدون أي مشاكل. قبل تشغيل هذا الفيديو، ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يسجد. نبدأ على بركة الله. إلا كنت تحوز استقبال الأموال من الخارج إلى الجزائر بالعملة الصعبة، سواء كان بالأورو ولا بالدولار، أولا لازمك تفتح حساب البنكي بالعملة اليورو ولا بالعملة الدولار. إذا كنت تحوس استقبال بالعملة اليورو، تفتح حساب البنكي بالعملة اليورو. إذا كنت تحوس استقبال بالعملة الدولار، افتح حساب البنكي بالعملة الدولار. نبدأ على عملة اليورو. أولا تفتح حساب البنكي بشهادة الميلاد، بطاقة إقامة، وكذلك فوتوكوبي، وكذلك زو صور شمسيتين، خاوتي زو صور، وكذلك حق الفتح حساب البنكي حوالي ما بين من 10 يورو حتى 50 يورو، هذا حساب بالعملة اليورو. روحوا إلى حساب بالدولار، هو الملف شهادة الميلاد، بطاقة إقامة، فوتوكوبي نكوة، وصورة سمشتين مع الصور خاوتي، وكذلك حق الفتح حساب بالعملة الدولار حوالي ما بين من 10 دولار حتى 20 أو حتى 50 دولار باش تفتح حساب البنكي. ومن بعد وش دير؟ هما يعطوك واحد الورقة فيها المعلومات ولا الريب، تجدون فيها حساب البنكي معلومات وفيها الشعار تاع البنك، مهما كان البنك اللي تحوس تسحب منه ولا استقبال الاموال. يعطيك فيه الاسم واللقب، فيه نيميرو لي كونت حساب البنكي، وفيه سويفت الكود. هذو تتحوش خاوتي، تحتاج الاسم واللقب، وتحتاج رقم الريب وسويفت الكود. هذه هي الطريقة باش تفتح حساب البنكي، وتقدر ثاني في نفس الوقت استقبال الأموال بالعملة الدولار ولا الأورو. تقول لي يا حبيب، واش هو البنك اللي يعطينا بالعملة الصعبة سواء كانت بالدولار ولا بالأورو؟ شوف، كاين شحال من بنك، كاين تقريبا كاين 7 البنوك، وإنما هذو 7 كاين البنك فيه بعض المشاكل. يقول لك أعطيني إثبات التحويل، إثبات الإرسال، يقول لك أعطيني كما نقول حنا بالعامية، يعطيني يقول لك اعطيني واش من البلد اللي يرسلوا فيه. يعطيها لك، كاين بنك يعطيها لك بالاورو بالدينار، وكان يعطيها لك بالدولار بالدينار، معناها يعطيك نص سومه. مثال 100 اورو راه دير بجنيه و400، هو يحسبها لك بجنيه، يحسبها لك مليون و600 ولا مليون و700 ولا حتى مليون و400، يحسب السعر نتاع البنك. معناها تروح البنك اللي تناسبك واللي تعطي لك بالعملة الصعبة كاملة 100% باش ما تخصش الأموال، وكذلك باش الدراهم ما ينقصوش في كما نقول حنايا السعر نتاع الأورو. تروح البنك يعطيك بالأورو، ومن بعد تبيعها السوق السوداء أو ولا السوق تاع برا، تبيعها تقريبا بجنيه و400، معناها 100 أورو تبيعها بجنيه و400. واش من بنك اللي يعطينا الاورو كاملا ولا بالدولار كاملا؟ هو بنك البدر في الملاحه والتنميه. خاوتي، بنك البدر هو المخير فيهم في بنوك جميع البنوك. وكذلك خاوتي ناكد عليها مليح، ما تقوليش راك دير ببليسيتي ولا دير ترويج للبنك ولا. مانيش ندير ترويج ولا ندير ببليسيتي، انا عندي تقريبا 4 سنين اخويا، 4 سنين انا نخدم في هذا البنك تاع بنك البدر، جامي دار لي مشاكل ودار لي بروبلام ولا دار لي اي عكس، جامي في 4 سنين، ودائما راني نحول الارباح نتاعي سواء كان
الارباح تاع اليوتيوب ولا تاع الفيسبوك ولا تاع تيك توك ولا تاع الامازون ولا تاع الاكسبريس ولا الارباح، مهما كانت الارباح نسحبهم بالاورو ولا بالدولار، كما حبيت. وعاد القيمه اللي استقبال بها هي 7000 اورو، معناها بدراهمنا تقريبا 154 دينار جزائري، معناها تحوس تستقبل اموال بالمبلغ الكبير هو 7000 يورو، 7000 يورو ولا 7000 دولار، معناها بحوالي بدينار جزائري اذا كانت بالاورو جينا تقريبا 154 مليون، واذا كانت بالدولار جينا تقريبا ما بين 100 جينا 153 ولا جينا حتى 52 حسب السعر تاع الدولار. هذه الطريقة الوحيدة باش استقبال الأموال بالعملة الصعبة وتخرجهم بالدولار ولا بالأورو. ما تجينيش من تالي تقول لي اه حبيبي واي بنك البدر تاع 13 أورو، ربي يسهل عليك، أنت يا حر تختار البنك اللي تناسبك، ما نقولك تروح بنك البدر هو بيانا هو بنك آخر، أنت يا تعرف، أنت يا تعرف وأنت تخير البنك اللي يناسبك. انا جامي دير لي مشاكل بنك البدر جامي في حياتي، انا كاع السحوبات ولا الارباح نحولهم الى بنك البدر. المهم خاوتي اللي عنده اي مشكله ولا عنده اي استفسار خلينا تعلق اسفل هذا الفيديو ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.